قصة النهاردة عن إمام مسجد سرق في شهر رمضان. لو عاوز تعرف تابع الفيديو. في يوم من أيام شهر رمضان عزمت عيلة إمام مسجد على الفطار، فوافق، والزوجة وهي بتحضر الأكل نسيت مبلغ على المائدة. وبعد ما خلص الفطار ومشي الإمام، لاحظت الزوجة غياب المبلغ، ولكن الزوجة ما عندهاش أولاد والوحيد اللي دخل البيت هو الإمام، فشكت فيه وحكت القصة لزوجها وطلبت منه يتأكد بأنه يتكلم مع الإمام. فقال لها أنه عيب، ولكن حنقطع علاقتنا معاه ونقفل الموضوع. وقرر الرجل أنه ما يصليش ورا الإمام مرة تانية. مرت الأيام والشهور وجي رمضان، فقال الزوج لزوجته إننا في شهر رمضان، شهر الرحمة والعفو، والمفروض إننا ننسى اللي فات، وإنت عارفة إنه مالوش أهل ولا قرايب ولازم نعزمه يفطر عندنا. فسكتت الزوجة شوية وبعدها قبلت، بس بشرط إنه يتكلم مع الإمام في الموضوع، فوافق. فلما جه الإمام وبعد الفطار اتكلم الزوج مع الإمام عن الفلوس المسروقة، فحس الإمام بالخجل وعندم معه. فسألته الزوجة ليه بتبكي؟ قال لها أيوة أنا أخدت الفلوس فعلا وحطتها في المصحف الوحيد اللي على الرف، واللي خلاني أبكي إنكم ما فتحتوش المصحف من حوالي سنة وما قريتوش منه ولا حرف حتى في شهر رمضان. فبكى، فبسرعة فتح الزوج المصحف فلقى الفلوس في الصفحة الأولى عند سورة الفتحة. فحست الزوجة بالذنب وبكت وطلبت من الإمام إنه يسامحها على سوء الظن. فقال لها اطلب العفو من الله اللي هجرت كتابه سنة كاملة، أما أنا فعبد ضعيف. خليك فاكر إن من علامات يوم القيامة رفع القرآن من الأرض ونزعه من الصدور، يعني لو فتحت المصحف ساعتها هتلاقيه فاضي ومش هتفتكر ولا حرف من القرآن ده على حد علمي يعني. وده كان فيديو النهاردة. لو عجبك الفيديو أتمنى تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. مستني دعمكم. سلام.